مواطن يذهب للمشفى بغية الاستشفاء، لكن مستشفى الكفيل في كربلاء أبى إلا أن يعكس الواقع الصحي المتردي بالعراق، والذي أصبحت غايته تجارية وربحية وليس إنسانية. المستشفى بحسب نشطاء تداولوا مقاطع مصورة وأخبارا قالوا إن مواطنا أجرى عملية منظار في الكفيل، ورغم سهولة العملية إلا أنه فارق على إثرها الحياة. والآن ترفض إدارة المستشفى تسليم الجثة لأهلها حتى يتم تسديد مبلغ العملية الفاشلة. من فوق ما كنت اكتب لنا النقطة طولنا وخمس. شنو كانت عمليتك؟ عملية ناظور سهيل ناظور، واتصل دكتور سويها وجابوا لنا دكتور سوري اقتلوا شهر. النسبة 89%، 98%. نجاحة 98% ويطلع بنفس اليوم. وليت بس 4 ملايين يا الله سندت. مستشفى الكفيل. طلع ما اريد اقول لك. 4 ملايين